مساء الخير على الجميع. سيارة جميلة تحفة ألمانية، الموديل 92 وارد الجفالي. خلونا نشرح لكم يا أخوان، الممشى 19000 كيلو موجز، الممشى صحيح يعني تقريبا 11000 كيلو آخر فحص، والآن 19000 كيلو. طبعا وارد الجفالي، السيارة من جوا الرصاصي جلد، فتحة في السقف يعني صبغ الوكالة، لكن بسبب سوء تخزين يوجد بعض الملاحظات في الصبغ، وراح نوضحها لكم إن شاء الله. صبغ الوكالة بالجهاز وبتقرير المزاد راح نوريكم كل شيء إن شاء الله. المكيف شغال، بعض الملاحظات البسيطة في الديكور، في الأبواب، الأشياء البسيطة، وهذا بسبب سوء تخزين. على سبيل المثال الحكات البسيطة هذه زي ما انتم شايفين تشوفوها في البدي. طبعا القراءات تعطيك قراءات طبيعية، قراءات انه السيارة لم ترش. طبعا اللون انتم تشوفوه ممكن فيراني، سموه هنا أسود كذاب، هذا في الاستمارة وفي موجز وكل شيء. هذه الحكات اللي تشوفوها، الأشياء البسيطة بسبب سوء التخزين. يعني تقرير تقرير الموجز وحالة السيارة من جوا تعطي أن الممشى صحيح. عندكم ملاحظة هنا زي ما انتم شايفين، 500 SEL فتحة في السقف، المكيف شغال. راح نوريكم الداخلية، نوريكم بعض الملاحظات في السيارة. عندكم بعض الملاحظات هنا في الكروم زي ما انتم شايفين. بينزل مزاد لمدة 3 أيام في موقع مزاد صفقة. طبعا الأبواب شفت كاملة تعمل عدا الباب هذا. هنا نوريكم الشنطة والسبير، هذا هو هنا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله العدة موجودة. الربل سليم كامل. عندكم الشنطة من هنا، الربل كذلك من هنا. زي ما ذكرنا لكم يا اخوان الابواب كلها شفط عدا الباب هذا، لا يعمل الشفط تبعه. هذه داخلية السيارة زي ما انتم شايفين، مكيف شغال وبارد. راح نوريكم اسفل السيارة كذلك، هذا مو شفط، يعني داخلية السيارة من هنا. عندكم الشكل البسيط هذا هنا، الكتب كاملة موجودة. هذه الداخلية من هنا، الممشى 19152. عندكم الديكور هذا فيه يتحرك هنا شوي، فيه يعني اهتزاز يبغى له تثبيت. كيف شغال، طبلون سليم، السقف فتحة السقف تعمل. نشغل لكم السيارة الآن. دقايق لو سمحت، دقايق. قول لي شو اسم الاغنيه هذيك حقت عبد الله هويشد لو سمح وقتك. عبادي. عبادي. طيب المقعده تتحرك من هنا زي ما انتم شايفين، طيب الباب شفت، زي ما انتم شايفين نوريكم المكينه، زي ما ذكرنا لكم يا اخوان سياره جميله. الاشياء البسيطه هذه بسبب سوء تخزين. راح نوريكم اسفل السياره كذلك، اصبر اصبر. طيب الان نوريكم الداخليه من هنا، بعض الملاحظات الديكور يا اخوان من هنا زي ما انتم شايفين الديكور، وريهم من هنا بالله يشوفوا من هنا. هذه ملاحظات بسيطة، ملاحظات بسيطة هنا في السقف. راح نسوق السيارة الآن، بنسوق المرسيدس الجميل.
هذا الفيديو بالكامل يا اخوان، الصور والفيديوهات راح تشوفوها في موقع المزاد. اي سؤال اي استفسار اتصال او ايميل او واتساب. السلام عليكم. المرسيدس ال 92 نوريكم اسفل السيارة. طبعا عندكم الصدام الامامي سليم من هنا زي ما انتم شايفين. هنا اسفل السيارة طبعا في ترشيح في كارتير الماكينة زي ما انتم شايفين، التهريب هذا. هذا اسفل السيارة هنا. طبعا السيارة جميلة مثل ما شرحنا لكم. الممشى في موجز يعطينا تقريبا 19000 كيلو في هو في العد في السياره الان 19000 كيلو، بس في موجز 11000 كيلو. فالسياره ما انفحصت. في تهريب لي التكييف هذا. شو التهريب هذا؟ لي التكييف ما له علاقه. هذه مويه يا شباب مش زيت. مويه هذه مش ما له علاقه في الكارتير. يعني السياره كانت واقفه فتره، واكيد ان هذا التخزين نسميه التخزين شوي السيء، هذا يضر السيارات. هذه اسفل السياره بالكامل. أرضية السيارة جميلة، ما نشوف فيه ملاحظات. أي ملاحظات أخرى راح تذكر في تقرير المزاد. ونشوفكم على خير.